للحديث عن هذه الحملات الإنسانية ينضم إلينا من أربيل الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، ما تفاصيل حملتكم الأخيرة في عملية الفلوجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة ضمن نشاطات القسم الإغاثي وضمن حملة العراق الجامع اللي هو المشروع الإغاثي الكبير الذي أطلقته هيئة علماء المسلمين، قدم القسم الإغاثي بالتعاون مع منظمة أم القرى المنح المالية على العائلات النازحة. هذه العائلات يعني كثير منهم أرامل وأيتام وعائلات متعففة ليس لها مورد مالي. شمل التوزيع 400 عائلة، وهذه سوف تكون المرحلة الأولية الأولى، وإن شاء الله سوف تتبع حملات أخرى. وبدورها تقدمت العائلات النازحة بالشكر والتقدير والعرفان للهيئة ولمنظمة أم القرى على هذه المبادرة الطيبة. وحقيقة أكدت إدارة المخيم أن الهيئة من المنظمات الإغاثية التي استمرت بتقديم المساعدات الإغاثية المنح المالية ولم تنقطع طول فترة النزوح، يعني كباقي المنظمات والهيئات الإغاثية الأخرى. بالحديث عن استمرارية دكتور، ما مدى حاجة النازحين في عملية الفلوجة لمزيد من المساعدات؟ يعني كما تعلمون ضمن التواصل اللي يقوم بالقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في يعني التعرف على حاجيات واحتياجات العوائل النازحة بالتعاون مع إدارة المخيمات. يعني قدمت لنا إدارة المخيم، مخيم عمرية الفلوجة، يعني جملة أمور واحتياجات. حقيقة يعني يقولون إحنا على أبواب فصل الصيف اللاهب، وكذلك إحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك. نعم. يعني احتياجات العائلات النازحة من مبردات الهواء، الماء الصافي يعني الشرب، يعني القوالب الثلج اللي نحتاجها في فصل الصيف. الخيمة كما تعلمون خيمة بسيطة جدا، لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء. وهذه العائلات يعني منذ 3 سنوات لم تلتفت لهم الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية، ولم تقدم لهم يعني المعونات أو المساعدات، ولم تفكر جديا في إرجاع هذه العائلات إلى يعني دورهم إلى محافظاتهم. فهذا زاد من معاناة هذه العائلات. عدد هذه العائلات الموجودة في مخيم عمرية الفلوجة حقيقة يزيد عن 3500 عائلة نازحة. نعم. بصفة عامة نتابع مشاريع الهيئة في محافظة الأنبار منذ فترة، إلى أي مدى تمكنتم من مراعاة متطلبات النازحين في هذه المخيمات؟ وما هي المشاريع المستقبلية خاصة كما ذكرتم قبل قليل بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان؟ أختي الفاضلة، كما تعلمون من خلال الحملات التي يقدمها القسم وبالتعاون مع المنظمات الأخرى من ضمنها منظمة أم القرى، القسم الإغاثي يعني هيئة علماء المسلمين قامت بعدة مشاريع. يعني إضافة إلى تقديم المنح المالية والمساعدات الغذائية، كذلك الجانب التربوي كان مهما جدا. يعني عندنا المدارس اللي قام القسم الإغاثي بالتعاون مع منظمة أم القرى بتقديم الملابس زي المدرسي، وكذلك تأهيل الرحلات المدرسية للصفوف الابتدائية والمتوسطة. مشاريع الهيئة أنه كذلك الجانب الصحي والطبي، الهيئة بين فترة وأخرى يعني تقدم المساعدات الطبية والمستلزمات والأدوية، وكذلك ترسل فرق طبية من الأطباء في يعني تقديم يعني المشورات الطبية وكذلك الأدوية للأمراض المزمنة. فيعني كما
تلاحظون انه يعني الهيئه تقدم عده جوانب نعم. اغاثيه، التربويه والطبيه وكذلك المنح الماليه والمساعدات الاغاثيه، ويبقى هذا الجهد قليل جدا نظرا ل يعني ازدياد العائلات النازحه ومتطلباتها، ويحتاج هذا الى جهد كبير جدا وتضافر المنظمات والهيئات الاغاثيه ل يعني رفع المعاناه عن هذه العائلات النازحه. شكرا جزيلا لكم مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علمائي المسلمين دكتور أحمد الخطيب، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة أربيل.